السلام عليكم. جدلية المناطق الآمنة بين اليمن وسوريا تبرز إلى السطح بشكل مفاجئ في أيام ترامب الأولى ضمن تنسيق أمريكي سعودي، كما تفيد الأنباء والبيانات الرسمية. البيان الذي أصدره البيت الأبيض يفيد بأن الرئيس الأمريكي طلب من العاهل السعودي المساعدة في دعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا واليمن، وأن العاهل وافق، وذلك خلال اتصال هاتفي. فكرة المناطق الآمنة وانتقال المواجهات العسكرية إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيا بحسب متابعين لا تبدو واقعية في اليمن، التي تشهد معركة واضحة المعالم بين الدولة والميليشيا الانقلابية بغية استعادة الجمهورية وإنهاء مظاهر الانقلاب. تجارب المناطق الآمنة في مجلس الأمن غير متطابقة وتختلف من بلد إلى بلد، لكن من بين إجراءاتها قرارات تبدأ بحظر الطيران. الحكومة الشرعية من جهتها لم تعلق على الموضوع حتى هذه اللحظة عبر تصريحات أو تعليق رسمي على ما جاء في بيان البيت الأبيض بهذا الخصوص. مراقبون يؤكدون أن التدخل الأمريكي في خط الصراع على الأراضي اليمنية يأتي ضمن مؤشرات إطالة زمن الحرب. وهنا نتساءل، ماذا تعني إقامة مناطق آمنة بالنسبة لليمنيين الذين يرقبون انتهاء المعركة، خصوصا مع مؤشرات اقتراب تحرير الحديدة؟ وماذا يعني ظهور اسطوانة المناطق الآمنة، وهل من شأنها إطالة أمد الحرب؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، لكن بداية دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مناطق آمنة عبارة تلوح في أفق المشهد اليمني وتكشف عن ترتيبات دولية وأقليمية جديدة ودخول عارض لليمن في الخط، حيث أعلن البيت الأبيض في بيان له عن اتفاق بين واشنطن والرياض على إنشاء مناطق آمنة في اليمن وسوريا. وبحسب البيان، فقد وافق الملك السعودي على طلب الرئيس ترامب بدعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا واليمن دون التطرق لآلية واضحة لهذه المناطق أو طبيعة القوات وسبل حمايتها، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى كالاتفاق على أهمية تطبيق صارم لخطة العمل المشتركة مع إيران ومعالجة أنشطتها الإقليمية التي تزعزع الاستقرار. يأتي هذا الحديث عن إنشاء مناطق آمنة في الوقت الذي تحقق فيه قوات الشرعية اليمنية تقدمها على الأرض، وتحديدا العمليات العسكرية المتلاحقة على الشريط الساحلي الغربي وتضييق الخناق على صعدة، معقل الانقلابيين وصنعاء العاصمة المستلبة. أمر يثير ريبة اليمنيين الذين يرقبون بحذر بالغ تطورات العمليات العسكرية واستعادة الشرعية السيطرة عسكريا واقتصاديا، خصوصا أن معظم المدن اليمنية خارج مربع الحرب. تسارع الأحداث خلال الأيام الماضية بدأ بهجوم القوات الأمريكية على منطقة قيفة رداع وقصف مقر لجنة التهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب، واستهداف الفرقاطة السعودية بقارب انتحاري، ليأتي الحديث عن مناطق آمنة في مؤشر يعكس حجم التصعيد في الأعمال العسكرية في اليمن. يذهب مراقبون إلى أن إقامة مناطق آمنة لا تعالج مأساة اليمنيين الذين عاشوا ظروف الحرب بالغة السوء طيلة أكثر من سنتين عصيبتين، خصوصا أن معظم المدن اليمنية أشبه ما تكون مناطق آمنة، إلا أن الحدود اليمنية السعودية تظل أحد أبرز الاحتمالات، وذلك عقب استهداف مقر لجنة التهدئة التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب. وكانت الشرعية في مؤتمر إعلان الرياض قد طالبت المجتمع الدولي بإقامة منطقة آمنة في اليمن للسماح للحكومة بممارسة مهامها من الأرض اليمنية. المناطق الآمنة وتعرف بالمناطق العازلة تشكل ملاذا آمنا للمدنيين من الحروب، يتم تحديدها من قبل الأمم المتحدة أو أطراف دولية يمنع فيها قيام أو استحداث كافة الأنشطة العسكرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ إبراهيم القعطبي، محلل سياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. مناطق آمنة في اليمن وسوريا، تنسيق أمريكي سعودي، ما الذي يعني هذا الأمر؟ أنا في اعتقادي إما أن الرئيس ترامب لا يفهم الفرق بين سوريا واليمن، أو أنه هناك يعني مخطط مبيت من قبل اليمين المتطرف الذي وصل إلى الحكم في الولايات المتحدة لإدخال قوات أمريكية إلى اليمن وإنشاء قاعدة
عسكرية أمريكية في اليمن، الذي نعرف أن هناك الكثير من المناطق الآمنة في اليمن، على سبيل المثال العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا مأرب ومحافظات أخرى. فلا يوجد هذه المشكلة، مشكلة المناطق الآمنة في اليمن لا توجد، كما هناك المشكلة الحقيقية هي في سوريا. الشيء الآخر هو أن اليمنيين بحاجة إلى تأمين اليمن بكله، ولن يعني ينعم لا الدول الخليج ولا المنطقة العربية ولا العالم بأمن إذا لم تؤمن اليمن بأكملها. وهذا يعني أولا إنهاء الانقلاب وإرجاع الشرعية إلى كل الأراضي اليمنية، ومحاربة الحوثيين والانقلابيين وأيضا الإرهاب والقاعدة على حد سواء. نعم أستاذ إبراهيم، يعني قبل أن نتعمق في الموضوع، يعني بداية دعنا نوضح يعني للسادة المشاهدين، ما الذي تعني فكرة المناطق الآمنة؟ هل تختلف من دولة إلى أخرى؟ يعني أن تكون هنا منطقة آمنة مختلفة في هذه الدولة عن هذه الدولة؟ كما تعرفين في سوريا هناك إرهاب ضد السنة العرب في المناطق التي فيها ثورة ضد النظام السوري، ويعني المناطق هذه تستهدف بسبب العرق وبسبب يعني المذهب. نحن نعرف أن هناك محاربين من إيران ومن حزب الله يحاربون العرب السوريين الذين ينتمون إلى المذهب السني في المناطق، في مناطق حلب وغيرها، ولذلك هناك ولا يوجد لديهم جيش ولا دولة تدافع عنهم. فمثل هذه الحالات يعني تخلق مناطق آمنة من أجل تأمين المواطن من الاستهداف والقتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية، وهذا يندرج ضمن القانون الدولي. لكن في اليمن كما نعرف ويعرف الجميع هناك مناطق آمنة ولا تجد لدينا هذه المشكلة. نعم هناك نزوح داخلي بين المناطق ومناطق أخرى داخل اليمن، لكن هناك كثير من المناطق المؤمنة، وهذه المشكلة لا توجد في اليمن. فلذلك هناك اختلاف كبير، هناك من الناس من نزحوا إلى صنعاء والتي وقعت تحت يعني احتلال ميليشيات الحوثي وصالح، وهناك من نزحوا نحو الجنوب، وهناك من نزحوا نحو القرى. يعني المشكلة ليست هي المشكلة الموجودة في اليمن، ولذلك المشكلة الحقيقية في اليمن. لكن أستاذ إبراهيم، يعني هذه المناطق الآمنة التي تتحدث عنها أستاذ إبراهيم، إذا سمحت لي، هذه المناطق الآمنة التي تتحدث عنها سواء عدن أو مأرب أو حتى صنعاء نسبيا، لكن لا تختلف هذه المدن عن أي مدينة أخرى؟ في يعني هل تستطيع هذه المدن أن تحد أن يصل الصراع إليها؟ مثلا صنعاء تعيش تحت قصف الطيران التحالف، عدن يوجد هناك كثير من التفجيرات التي يعني تتسبب بها أطراف يعني من القاعدة وغيره، مأرب أيضا هناك بعض المناطق التي ما زالت فيها بعض الاشتباكات، يعني ليست بعيدة تماما عن أي صراع أي مدينة من هذه المدن. ألا تعني المناطق الأمنة أن تحيد هذه المنطقة تماما عن أي عمليات عسكرية، عن أي قصف للطيران، عن أي يعني خروقات أمنية ربما؟ هنا يجب التفريق يعني في وجهة نظري، أنه الحرب ضد القاعدة موجود، ضد جماعة إرهابية هذا الشيء موجود ومعروف، ولذلك الانفجارات ستستمر هنا وهناك حتى في الدول العظمى، يعني لا يستطيع أحد يعني التنبؤ ما إذا ستحصل أم لا. ولكن نقول تأمين المناطق يعني هذا شيء ثاني، أما خلق مناطق آمنة هذا شيء يعرف على أنه يعني مناطق للاجئين، مناطق تدخل تشرف عليها الأمم المتحدة أو قوات دولية من أجل إيصال المساعدات واللاجئين وتأمينهم من العبادة الجماعية. إذا كانوا يبحثون على تأمين المناطق الحقيقية، فلماذا لا يؤمنوا على سبيل المثال تعز من الجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح؟ هذه جرائم إنسانية لن نسمع. يعني التأمين هنا هو إنهاء الانقلاب، يعني لأنه من يضرب تعز ومن يقتل أبناء تعز أو المناطق الأخرى في البيضاء وغيرها هم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابيين. إذا نحن يعني أمام إيقاف ذلك الانقلاب من أجل تأمين ليس محافظة بحد ذاتها وإنما الأراضي اليمنية ككل. نعم، طيب أستاذ إبراهيم، يعني هل تعتقد أن الأمر علاقة بتداولة سياسية فقط أم أنها تطور جاد في مسار الأحداث في بلادنا؟ أنا في اعتقادي ستكون هناك تطورات كثيرة
في 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 الشأن اليمني ربما تكون إلى الأسوأ، وربما تكون نحو الانفراج وإنهاء الانقلاب، وهذا يعتمد كله على عدة أشياء، منها مدى استعداد الخليج لحسم الملف اليمني والضغط على إدارة ترامب لإنهاء هذا الملف وإرجاع الشرعية وتحرير المناطق اليمنية والبحث عن حل سياسي، وهو موجود في اليمن يعني على سبيل المثال مخرجات الحوار الوطني وغيرها. هناك أيضا أشياء كما تعرف في قرار ترامب داخل الولايات المتحدة الذي يحظر مسلمين من الدول من بعض الدول العربية والإسلامية من دخول الولايات المتحدة. هناك انتفاضة حقيقية داخل الولايات المتحدة وحراك مجتمعي لإنهاء يعني ما يجري في كثير من 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 المؤسسات الحكومية. هناك نزوح جماعي من داخل الوزارات على سبيل المثال وزارة الخارجية الأمريكية وأيضا وزارة العدل وزارة أخرى. هناك تحرك حقيقي داخل الولايات المتحدة، واليمين المتطرف ربما أحيانا إذا وجد أن هناك ضغط داخلي سيحول هذا الضغط الداخلي والأنظار الداخلية نحو نظام ترامب في الداخل نحو حروب خارجية في اليمن في العالم العربي، وربما أكبر مرشحة لتلك الدول هي اليمن، لأنه لا يوجد هناك رادع في اليمن على سبيل المثال. في سوريا يوجد التحالف السوري الروسي، وروسيا دولة عظمى، ولا يستطيع الأمريكان ولا يفكروا حتى في مواجهة حقيقية مع الروس، فلذلك البلد ربما المرشح هو اليمن. سيكون هناك الذرائع، محاربة الإرهاب، إنهاء الانقلاب، مساعدة تأمين الحدود السعودية وغيرها. فاليمن مرشحة لكثير من السيناريوهات، لكن الأخطر هو يجب على الخليجيين والتحالف العربي أن يدركوا تماما أنه الدخول في صراع طويل في اليمن قد ربما يسبب مخاطر مستقبلية حقيقية على أمنهم وعلى وجودهم في المنطقة، وهذا ربما يسهل تدخل إيران وربما يسهل نقل المعارك أيضا خارج الحدود اليمنية واستشراء كثير من الحركات والميليشيات القاعدة والسلفية وغيرها. ولذلك هذه مشاكل حقيقية، ويجب على التحالف العربي أن يدركوا ذلك تماما، لأنه إطالة الحرب في اليمن أو الدخول في مسار جديد ربما يؤثر بشكل مباشر أكثر من السابق في الأمن الخليجي والأمن الدولي. نعم. طيب أستاذ، يعني أستاذ إبراهيم، لما يعني يتم السبق والحديث عن مناطق آمنة ولا يتم الحديث عن أو التوجه على الأقل ضغط أمريكي لتنفيذ قرار أممي معلوم تم إصداره وتم يعني من قبل مجلس الأمن؟ أنا في اعتقادي كما تعرفين من يقود الملف اليمني في كثير من الأصعدة ومن ضمنها مجلس الأمن هم الأمريكيين والبريطانيين على وجه التحديد، وأحيانا بتدخل خليجي أو مساعدة خليجية أو بتشاور مع دول الخليج والتحالف العربي. الآن هناك يعني مشاكل داخل الإدارة الأمريكية، لا يوجد المستشارين الحقيقيين في وزارة الدفاع وأيضا في وزارة الخارجية، الذين كانوا تحت إدارة أوباما الكثير منهم قد غاب، ولذلك هناك بلورة أفكار جديدة وتخبط داخل إدارة أوباما نحو ما يجب العمل عليه في الشرق الأوسط وفي اليمن على وجه التحديد، وكيف تتم العلاقات الجديدة مع الدول الخليجية. هناك تخبط حقيقي داخل الإدارة الأمريكية، ولا ليس ما سر هذا التخبط أستاذ إبراهيم؟ يعني لما هذا التخبط في الموقف الأمريكي بين مرحلتين برأيك؟ لأنه هناك يمين متطرف وهناك كان ليبرالي يعني إما متوسط أو نحو اليسار، وهي نظرتين مختلفتين تماما بما يتعلق بموضوع الشرق الأوسط. نحن نعرف أن إدارة أوباما كانت منفتحة كثيرة وحاولت الانخراط مع الإيرانيين ولم تدافع عن الخليج العربي بالشكل الممكن، وتخلت على بعض التحالفات الحقيقية مثل المملكة العربية السعودية إلى حد ما. إدارة ترامب مختلفة تماما وتأتي باليمين المتطرف، وهو ليس يعني كما يروج ربما يكون صديق للعرب وغيرها. هؤلاء يعني مجموعة عقائدية لا تحترم الإسلام، تعتقد أن الدين الإسلامي ليس إلا مجرد حركة سياسية، وهذا معروف من حتى مجلس الأمن القومي المعينين من قبل ترامب. هناك تخبط حقيقي وبلورة حقيقية نحو
كيف سيتم التعامل مع العالم العربي وبالتحديد الخليج العربي واليمن، لكن ربما يكون هناك اختلاف في هذا الشيء. نعم، يعني أستاذ إبراهيم الكثير ربما تعجب من دخول الخط الأمريكي في الشأن اليمني في أيام ترامب بهذه السرعة، يعني كان يتوقع أن يتم ترتيب الأمر داخليا في أمريكا، ولكن هناك منذ الأيام الأولى شهدنا تدخل أمريكي واضح في اليمن، كيف تفسر؟ محاربة الإرهاب شيء مختلف تماما، يعني مهما كان هناك انتقال للسلطة في الولايات المتحدة إلا أن محاربة الإرهاب لا تتوقف بمرحلة انتقالية أو غيرها. وزارة الدفاع هي منظمة كبيرة جدا في الولايات المتحدة ولها ميزانية خارقة وقواتها ومخابراتها تشتغل على الدوام، فلذلك لا تتغير. الذي يتغير هنا ليس محاربة الإرهاب وإنما السياسات نحو الدول نفسها وكيف يتم التعامل معها وإلى أي مدى. أما بالنسبة لمحاربة الإرهاب ستستمر، والضرب هذا أوباما في آخر أيامه ضرب أيضا، قام بالتدخل في ضرب في اليمن، وترامب سيستمر بهذه الطريقة. هناك مؤسسات داخل الولايات المتحدة وهي تواصل عملها لكنها بحاجة إلى غطاء سياسي، والغطاء السياسي أحيانا يحولها إلى هذا الاتجاه أو إلى الآخر. يعني هل يمكن أن نفهم من كل هذا أن اليمن بالفعل هي على قائمة الأولويات الخارجية الأمريكية لإدارة ترامب؟ ليس اليمن، محاربة الإرهاب هي من قائمة الأولويات لأي إدارة أمريكية، واليمن يعرف لدى الإدارة الأمريكية ولدى العالم أنه يوجد أكبر أو أقوى فصيل للقاعدة في اليمن، فلذلك سيتعاملوا معهم على هذا الأساس. اليمن بالنسبة للأمريكان أو للغربيين على وجه التحديد تقع في منطقة جغرافية مهمة، يعني ربما إذا استمر الوضع كذلك يهدد الملاحة الدولية ويهدد أهم دولة مصدرة للنفط، فلذلك سيكون الملف اليمني دائما سيحظى باهتمام من قبل الإدارة الأمريكية والغربيين وأيضا الخليجيين. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات من عدن. مساء الخير أستاذ باسم. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك معنا سيد باسم. بداية، ما الذي تعني إقامة مناطق آمنة بالنسبة لليمنيين الذي ربما كانوا يتطلعون لإنهاء الحرب والمعركة مع مؤشرات اقتراب تحرير الحديدة؟ في الحقيقة يعني الحديث عن إيجاد مناطق آمنة هو محاولة لصرف الأنظار عن العمليات العسكرية التي تتقدم الآن بشكل كبير جدا في تحرير كثير من المناطق التي تحتلها جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأعتقد بأن المعني بإيجاد مناطق آمنة في البلاد هما الشرعية اليمنية والتحالف العربي، وقد أنجزوا كثيرا في ذلك، حققوا أوجدوا مناطق آمنة في عدن وفي الجنوب والآن في باب المندب والمخاء، والآن في طريقهم نحو الخوخة من ثم إلى الحديدة والعودة إلى تعز. أعتقد أن كثير من المناطق الآمنة المهمة والاستراتيجية في البلاد التي تتعلق بطريق الملاحة الدولي وتتعلق بمرور السفن أصبحت الآن آمنة وتحت سيطرة التحالف العربي والشرعية اليمنية. أما إذا كان هناك حديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بوجود مناطق آمنة، أعتقد أن يعني الأمور هي الآن أصبحت في يد التحالف العربي والشرعية اليمنية، هم معنيون الآن بإيجاد وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد من خلال العملية العسكرية التي مضى لها أكثر من عامين ضد الإنقلابيين الذين انقلبوا على الحكومة اليمنية والرئيس الشرعي والشرعية اليمنية، وبالتالي التقدم في سير المعارك نحو تحقيق انصارات لصالح التحالف الشرعية هو الذي سيحقق مناطق آمنة في مناطق مختلفة من البلاد وصولا إلى اكتمال عملية التحرير. نعم، برأيك يعني كلمة مناطق آمنة، ظهور مثل هذه الأسطوانة، هل من شأنه إطالة أمد الحرب؟ نعم، الحديث يعني عن وجود مناطق آمنة وكأن البلاد تعيش حالة من الهدوء وحالة من الاستقرار، وكأن يعني من يتحدث عن وجود مناطق آمنة هو لا يعطي الحرب الدائرة أي اهتمام، أو أنه يريد أن يعيق مسار
التقدم العسكري لتحرز التحالف العربي والشرعية اليمنية. أعتقد هذا يعني حديث ليس محله الآن وليس لا. مناسب الحديث عنه في هذه اللحظة. المناطق الآمنة تتحقق الآن من منطقة إلى منطقة أخرى بواسطة التحالف العربي والشرعية اليمنية، وأعتقد زال الخطر بشكل كبير جدا على الممرات الدولية البحرية، وهذا محل تطمين كبير جدا للإقليم والعالم بأن هذا الممر أصبح الآن آمنا وبإمكان السفن أن تمر بكل سلام في هذه المنطقة. وأعتقد أن الأيام القادمة سوف تحسم مسألة معركة الشريط الساحلي في البحر الأحمر بتكالا إلى الحديدة وميدي، وبالتالي سيصبح هذا الشريان الحيوي الدولي الهام في مأمن وتحت تأمين التحالف العربي والشرعية اليمنية، وبمساعدة أيضا العالم الذي يريد الهدوء والاستقرار في هذه المنطقة في تقديره. نعم، طيب أستاذ باسم، يعني فيما يتعلق بجدية الأمر، لو كان هناك جدية في مسألة اليمن، لما لا يتم الضغط نحو تطبيق القرارات الدولية؟ ويعني على العكس نجد هناك قفز وحديث عن مناطق آمنة. في الحقيقة هناك ازدواء كبير جدا في يعني نشاط الأمم المتحدة ومن خلفها الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة والحرب في اليمن منذ اللحظة الأولى. كان هناك ازدواء في المعايير. للأسف الشديد ما تزال الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الإنقلابيين في الحصول على معلومات عن الأحداث في اليمن، وحتى على المعلومات الأمنية فيما يتعلق بالأمن القومي العالمي. ما تزال يعني الولايات المتحده الامريكيه تعتمد على الاجهزه البائده لنظام الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، وبالتالي يعني هذا لا يحفز بشكل كبير جدا في عمليه التعاون معها من قبل الشرعيه اليمنيه والتحالف العربي. هناك حكومه شرعيه في البلاد، وهناك تحالف عربي يدير المعركه ويساعد الحكومه اليمنيه في انجاز المعركه وانجاز السلام في البلاد. يطلب على الامم المتحده ومجلس الامن والولايات المتحده الامريكيه ان يتم التعامل معهم بشكل مباشر فيما يتعلق بمساله التدخل، المساعده في مكافحه الارهاب، المساعده في تطبيع الوضع في البلاد. لكن الحديث من الولايات المتحده ومجلس الامن عندما تحدث عن مناطق امنه مع عدم تنفيذ القرارات الدوليه كأن الأمور فيها نوع من التعسف، وهي تعسف نعم. العملية العسكرية التي تنجز هدفها بشكل كامل الآن في البلاد. نعم، طيب أستاذ باسم، يعني ما الذي ينبغي على الشرعية عمله خاصة يعني إزاء هذه المواقف والحديث عن مناطق آمنة؟ إلى الآن لم نجد أي تعليق للحكومة حول هذه يعني الاتصالات والحديث عن المناطق الآمنة. للأسف الشديد نحن تحدثنا منذ البداية، قلنا أن الحراك الخارجي والدبلوماسي للشرعية اليمنية ضعيف جدا منذ البداية، وتحدثنا لعدد من المسؤولين وكتبنا تقارير ومقالات في هذا الشأن. قلنا على الشرعية اليمنية أن تحفز بشكل كبير جدا عملها الدبلوماسي في الخارج وتنشط من سفاراتها، لا سيما السفارات الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها من الدول ذات الأهمية. ولكن كما يبدو أن هناك نقطة ضعف الحكومة اليمنية هي يعني النشاط الدبلوماسي الضعيف في هذا الجانب. هذا يعكس نفسه بشكل كبير جدا على بعض التصرفات التي تأتي غير منسجمة مع تطلعات الشعب اليمني والتطلعات الشرعية اليمنية والتحالف العربي. تغيير نظرة العالم ويعني إقناع العالم بشرعية المعركة والفرص العسكرية وبشرعية الشرعية يحتاج إلى عمل دبلوماسي كبير جدا ومضاعف، ويحتاج إلى جهود كبيرة جدا. في الحقيقة هذا ما تفتقده الشرعية اليمنية، الأمر الذي يجعل الحديث الخارجية وتصرفات مجلس الأمن والأمم المتحدة وربما الولايات المتحدة الأمريكية تصطدم أو يعني تتقاطع مع تطلعات التحالف العربي والشرعية اليمنية في البلاد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ إبراهيم، اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مرحبا بك استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، يعني سمعت لحديث الاستاذ باسم، يعني تحدث عن كثير من النقاط، ربما اتفقت وجهتي نظركما في هذه المساله. لكن استاذ ابراهيم دعني اسالك، يعني وكاله الانباء السعوديه تحدثت عن مناطق امنه في سوريا فقط، بينما بيان البيت الابيض تحدث عن اليمن وسوريا، كيف تفسر الامر؟ أنا كما قلت سابقا، ربما أن هناك عدم إدراك من إدارة ترامب الفرق بين سوريا واليمن، ولا يدركون الفوارق، ربما لا توجد لديهم المعلومات الكافية في هذا الشأن. اليمن ليست بحاجة إلى مناطق آمنة، وإنما بحاجة إلى تأمين اليمن كلها وإنهاء الانقلاب وأيضا محاربة الإرهاب هناك، وهذا يحتاج إلى جهود الحكومة اليمنية وإلى جهود التحالف العربي وإلى دعم الولايات المتحدة لتقوية مؤسسات الدولة وتقوية الدولة والشرعية، ومن هنا ننطلق إلى تأمين اليمن ككل وإنهاء ما يعني نتج عن الانقلاب وأيضا توسع الميليشيات في اليمن. نعم، إذا يعني هل يمكن أن نفهم أن الجانب السعودي يدرك هذا الاختلاف، ومدى أن استعادة الشرعية وإنهاء مظاهر الانقلاب هو الطريق الآمن الفعلي؟ لما أسمع سؤالك بالضبط، يعني من خلال كلامك أيضا ومن خلال يعني تغييب اليمن في وكالة الأنباء السعودية، هل نستطيع أن يعني ندرك أن السعودية أو نقول أن السعودية تدرك أن الشرعية أو استعادة الشرعية وإنهاء مظاهر الانقلاب هو الطريق الآمن لليمن؟ أنا في اعتقادي هم يدركون ذلك. كما تعرف الانقلاب هو موالي لإيران، وهذا سيسبب خطر حقيقي مستقبلي للمملكة العربية السعودية، فلذلك ليس الطريق الوحيد لها لتأمين حدودها الجنوبية هو دعم مؤسسات الدولة المتمثلة بالشرعية ودعم الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء الاحتلال وإقامة احتلال الميليشيات وإقامة علاقات طبيعية مع المملكة العربية السعودية. يعني المملكة العربية السعودية دولة جارة وبين أواصل عربية وتجارية وعمالية وبين حدود مشتركة كبيرة، فلذلك تأمين اليمن وإنهاء الحرب وإنهاء الانقلاب، السعوديين يدركون تماما ان اهم الحدود بالنسبه لهم هي الحدود اليمنيه لعده اسباب، يعني الكثافه السكانيه في اليمن، الحدود مضيق باب المندب، الحدود الطويله، فلذلك انا اعتقد ان السعوديين يدركون ذلك وربما يتعاملون الان مع اداره ترامب بهذه الطريقه، لانهم يدركون ان الاداره جديده ولم تتفهم كثير من الملفات وعمقها ومدى تأثيرها في كثير من الإطارات، فلذلك ربما هم يتريثون إلى أن يعرفوا ما هي سياسة ترامب الحقيقية في الشرق الأوسط، وسيتعاملون معها في اعتقادي من هذا المنطلق. لكنهم يدركون أن الملف اليمني بالنسبة لهم حساس جدا، ولن يقبلوا بغير الشرعية ودعم الشعب اليمني لإنهاء الانقلاب الذي من خلاله تتواجد إيران في يعني على حدودهم الجنوبية. نعم، إذا يعني هناك بعض التفسيرات يعني ما تم الاتفاق عليه بإنشاء مناطق آمنة في اليمن أستاذ إبراهيم، يعني أناقش معك بعضها. يعني هناك من طرح أن يعني أن هذا المقترح يدل أو يؤشر على أن الحرب قد تتصاعد في اليمن خلال الفترة المقبلة، ربما يعني يتطلب ذلك إنشاء مناطق آمنة لنزوح محتمل من مناطق المواجهات، ما رأيك؟ لا أعتقد ذلك كثيرا، لكن الأمر وارد. أنا أقول إذا نحن للمرة الأولى نكتشف أن هناك قوات أمريكية عندما قتل مواطنين يمنيين في الأيام القليلة الماضية، فهو واضح للأعيان أن هناك تواجد قوات أمريكية، وربما يقصد بالمناطق الآمنة هو تأمين الدخول القوات الأمريكية وربما الأجنبية إلى اليمن وتأمين قواعد لهم، وبهذا سيطال أمد الحرب في اليمن. لا نعرف هل يقصدون يعني قطع أراضي يمنية مثلا عدن وحضرموت كما هو جاري الآن من قبل القوات الإماراتية، ومن ثم تأمينها على هذا الأساس من أجل تأمين الملاحة الدولية بما يخدم المصالح الدولية
والأمريكية على وجه الأساس، ومن ثم المصالح اليمنية. لا أعتقد أن ذلك سيستمر كثيرا. ربما هناك ترامب سيستخدم اليمن كورقة أمنية، يستطيع يعني دعم نظام حكمه بالورقة الأمنية بأنه يحارب الإرهاب في اليمن وأن لديه قوات هناك. لكن لا نعرف، أنا في اعتقادي لا، كل الأمور واردة ومتوقعة، وكل المؤشرات ربما تدل على أن هناك تطورات ربما ستكون هي الأسوأ. لكن أعتقد أن الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد تدرك خطورة الملف اليمني، وربما تتعامل معه من المنظور الذي ستستفيد منها اليمن وأيضا دول الجيران كالمملكة العربية السعودية. إذن اسمح لنا أستاذ إبراهيم أن ينضم معنا عبر الهاتف العميد حسن الشهري، الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا بك معنا في المساء اليمني. حديث عن مناطق آمنة في سوريا واليمن، كيف تقرأ مثل هذا الخبر الذي تضمنه بيان البيت الأبيض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللزملاء. أعتقد أنه تكلم الأخوان باسم وإبراهيم بما فيه الكفاية، ولكن خبر المناطق الآمنة ذكر في بيان البيت الأبيض فقط، وكانت الأنباء السعودية لم تأكد على ذلك إلا في أيضا في نشرة أخرى، وأكدت على المناطق الآمنة في سوريا. لكن المهم في الموضوع أن البيت الأبيض أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية، وهذا المهم، بعد أن استطاعت إيران خلال 14 سنة منذ العام 2003 إلى الآن تحريك زوايا الطاولة في الاتجاه الآخر، وثمان سنوات عجاف مضت في حكم أوباما. أنا أعتقد أنه خلال ساعة واحدة استطاع خادم الحرم الشريفين أن يعيد البوصلة الاتجاه الحقيقي. العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا هي من ستعمل بعد فضل الله سبحانه وتعالى على تذليل كل العقبات. أنا أعتقد أنه مثل التفكير في مناطق آمنة في اليمن غير وارد، لأنه لا يمكن تطبيقه. هذه الجماعات الإرهابية وعصابات العفاش والحوثي ليس لديهم عهد، ولن يلتزموا بأي اتفاق سابق، ولن يلتزموا في الحاضر ولا المستقبل. وبالتالي أرى أنه في ظل هذا التحدي نستثمر الجهود، ويمكن أن تحول اليمن إلى منطقة آمنة بشكل كامل بالاستثمار في الانتصارات، تفعيل الرمح الذهبي من الجنوب وجبهة ميدي من الشمال وصولا إلى الحديدة، وتأمين الساحل الغربي. ثم أيضا جبهتي صرواح ونهن باتجاه صنعاء، علب والبقع باتجاه صعدة وصولا إلى عمران وحجة وقلب صعدة المركز بما فيها مران. وبالتالي أعتقد أنه إذا تمت هذه العملية وتم الاستثمار من قبل التحالف والجيش الوطني والمقاومة اليمنية في ذلك، الحوثيين مخنوقين بالكامل، وعمليتهم الإرهابية تدل على ذلك، وصلوا إلى درجة من الإفلاس والانهزامية، لم يعد لديهم إلا أعمال إرهابية. أنا أعتقد أنه يجب أن نستثمر في مثل هذه الأمور، وتعمل الحكومة أيضا طيب مع يعني التحالف في التركيز على تجمعات وقيادات وامدادات الحوثيين، ثم التأثير في المحايدين من الشعب اليمني الذي لا زال إلى الآن ليس مع الشرعية، ضمه من الصوم استهداف البقية كائنا من كان، لأن الشعب اليمني واليمن لا يحتمل إلا من كان ولاءه لدينه وانتمائه لوطنه وقيادته، وليذهب من ولاءه إلى طهران إلى الجحيم. نعم، طيب سيادة العميد، يعني عدم ذكر اليمن في وكالات الأنباء السعودية، هل يدل على أن يعني التحالف ممثلا بالسعودية يدرك أن مسألة اليمن ليست بحاجة لمناطق آمنة، وإنما تم حشر اليمن في بيان البيت الأبيض في معركة هي معلومة للشرعية ضد انقلاب لاستعادة الدولة كما ظلت أمل للجميع؟ أنا من خلال قراءة أو سبر لغور الكلام والتجاذب الإعلامي في هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه عندما أيد خادم الحرمين الشريفين الرئاسة الأمريكية على وجود مناطق آمنة في سوريا، قد يكون طرح الرئيس ترامب مثل هذا التوجه في اليمن، ولكن اليمن يختلف، المسائل في سوريا تختلف، هناك تشابك وتعقيد كبير جدا، تحتاج إلى مناطق آمنة، وقد طالبت فيها تركيا منذ بداية الأزمة. أنا أعتقد أنه التوجه الأمريكي باتجاه هذا العمل، وروسيا اليوم أكدت أنها تستطيع أو ليس لديها مانع مناقشة مثل هذا الأمر، اليمن ليس بحاجة إلى مناطق آمنة، اليمن بحاجة إلى دحر المشروع الإيراني
وتأمين الشعب اليمني المكلوم بالكامل وإعادة الدولة والشرعية إلى صنعاء وقصد نفوذ الدولة بالكامل واستئصال هذا الورم السرطاني. نعم، إذن ابقى معنا قليلا سيادة العميد حسن الشهري، أعود إليك بعد أن أذهب للأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني تحدث العميد حسن الشهري بما يتفق أيضا معك ومع الأستاذ باسم، يعني اليمن ليس بحاجة فعلا إلى مناطق آمنة، هو بحاجة لدحر المشروع الطائفي المدعوم من إيران. كنت تحدثت فيما قبل عن أن الصراع الطويل الذي ربما يراد له من خلال إنشاء مناطق آمنة يعني سيجر التحالف واليمن إلى أمور لا تحمد عقباها. أستاذ إبراهيم هل تسمعني؟ نعم تفضلي. نعم، يعني كيف تعلق على هذه النقطة؟ أنا فأعتقد هو واضح، يعني عندما يكون هناك يعني مناطق آمنة وما يسمى بالمناطق الآمنة سيجرنا إلى حرب طويلة. من الذي سيؤمن هذه المناطق؟ هل نتكلم على قوات يمنية أو قوات عربية أو نتكلم على قوات أمريكية وبريطانية؟ فهناك كثير من التفاصيل التي يجب أن نعرفها قبل أن نتحدث عن ما سيحدث مستقبلا. لكن الأهم من ذلك ما ذكر الضيف، اليمن هي بحاجة إلى تأمين من ميليشيا الحوثي وصالح وإلى إنهاء الانقلاب. هذا هو التأمين الحقيقي بالنسبة لليمن. نعم إذن أستاذ إبراهيم، يعني هل تعتقد يعني أن إدارة ترامب ربما تنشئ يعني تحالف جديد مع إدارة التحالف ممثلة بالسعودية مختلفة تماما لإدارة الملف في اليمن عما كان أوباما أو إدارة أوباما في السابق؟ بلا شك، أنا أعتقد دائما الديمقراطيين يكونون أكثر الجمهوريين أو الحكم أو إدارة الجمهورية تكون أكثر قربا من الأنظمة الخليجية بشكل واضح وبشكل عمل منسق. لكن أنا الأمور تختلف تماما، نحن في وضع جديد في الولايات المتحدة. الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة هي ليست الإدارة الطبيعية التي تأتي من الحزب الجمهوري الطبيعي، وإنما هي إدارة يمينية متطرفة إلى أقصى اليمين، وتوجهها من العالم الإسلامي من منظور عقائدي أيضا. يعني هناك طبعا مصالح مشتركة سيحاولون الحفاظ عليها، ولكن في نفس الوقت يعني تحركاتهم كانت واضحة نحو العرب والمسلمين في جميع الاتجاهات، وتصريحات الرئيس ترامب وغيرهم للاتحاد السعودي والسعودي وغيره. لكن ترامب كان واضحا يقول أنه مصالح الولايات المتحدة ستكون هي الأولى، يعني بالنسبة له في أي نقاشات مع أي دولة أو مع أي تحالفات. ولذلك يجب على الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية والخليج أن ينطلقوا أيضا من مصالحهم بدرجة أولى، ولذلك لا يجب أن يتعاملوا فقط بأنه إدارة جديدة وغيرها. يجب أن يكون هناك استراتيجية حقيقية للأمن اليمني والقومي العربي وينطلقوا على هذا الأساس. يعني هناك طبعا آفاق للتعاون مع أي دولة كانت أو مع الولايات المتحدة، لكن العرب يجب أن يتحروا أن الآن الوضع قد اختلف سواء كان مع أمريكا أو مع غيرها، وأن يكون لهم تحالفات جديدة ونظرة استراتيجية جديدة تؤمن المنطقة العربية وأيضا تحافظ على أمن وسلامة الوطن العربي وحقوقه. نعم، اتضحت الفكرة أستاذ إبراهيم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. عودة إليك عميد حسن، أود أن أناقشك في نقطتين طرحهما الأستاذ إبراهيم. بداية عن هو كان قد طرح في السابق وأكد على هذه النقطة أن على التحالف أن يدرك أن الصراع الطويل في اليمن سيسبب مخاطر كبيرة على اليمن وعلى الخليج أيضا وعلى المنطقة برمتها، ما رأيك؟ كلام جميل، وأعرف أنه التحالف الذي يقوده بلادي المملكة العربية السعودية يدرك ذلك، ولكن نحتاج أيضا البيئة اليمنية لم تعد الآن، أنا أؤكد أن البيئة الدولية لم تعد ضاغطة على التحالف حاليا. بعد شهر سينتهي دور إسماعيل ولد الشيخ وسيذهب إلى مزبلة التاريخ. النظام الأمريكي السابق بأخطائه الجسيمة المنطقة وبنظرته للتحالف الذي أنشأ المملكة العربية السعودية ايضا ولا، وبالتالي هناك علاقات استراتيجيه قائمه بين المملكه والولايات المتحده الامريكيه وايضا الدول الاوروبيه بريطانيا وفرنسا والمانيا بهذا الاتجاه، وان كان بعض الضغوط البسيطه جدا، ولكن الضغوط البيئيه هي المحليه في اليمن.
يجب على اليمنيين أن يلتفوا حول قيادتهم الشرعية، يجب على القبائل التي لم تتوجه بوصلتها إلى الشرعية أن تتحرك، لا يفوتها القطار، إن فاتها القطار ستصبح أيضا منسية وسيستأثر بقية الشعب اليمني في اليمن قيادة وأحزابا ونيابيا وخلافه، وسيبقون في الهامش. اليمن يحتاج إلى كل رجل وامرأة حاليا للوقوف بصف جماعي باتجاه هذا الانقلاب. هذا الانقلاب لم يجلب إلى الدمار والقتل والموت للشعب اليمني، لم يأتي أي خير من إيران باتجاه اليمن، لم تأتي إلا بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والتفجير والقتل وتدنيس المساجد واستحلال العرض والأرض. وبالتالي يجب أن تتفاعل الحكمة اليمنية في هذا الموقف وتستثمر في الانتصارات. أنا أثق أنه خلال 2017 سينتهي المشروع الإيراني في اليمن وسينتهي الانقلاب، ولن نرى ميليشيات مسلحة، وسيعود اليمن السعيد إلى يمن سعيد بحول الله بإذن تعالى. طيب تعليقك عميد حسن حول يعني إدارة ترامب الجديدة وعلاقتها بالسعودية وأيضا الدول العربية، ولكن فيما يخص الملف اليمني، هل تتوقع أن تكون هناك يعني رؤية مختلفة لإدارة ترامب عما كانت عليه رؤية إدارة أوباما؟ لا شك الرؤية تختلف كثيرا، الجمهوريين يختلفون في الرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية، يحتفظون بعلاقات استراتيجية. ترامب رجل اقتصاد وتنبني سياسته على النظرية الاقتصادية والمصالح بشكل كامل، ليس هناك مناورات سياسية كما يفعلها الديمقراطيين وبالتالي يختبئون خلفها. أنا أعتقد أن ترامب إن قدر له أن يبقى، مع أنه هناك من يعمل ضده حاليا داخل الولايات المتحدة ومن يتهمه بأنه عدو لأمريكا، لكن لا أعتقد أنه يتجه الاتجاه الصحيح لاستعادة هيبة أمريكا التي أضاعها سلف والسابق أوباما. تقدمت روسيا، أصبحت المكان الأول كثيرا في العالم، ثم الصين، أصبحت أمريكا في المرتبة الثالثة رغم أنها هي الدولة العظمى في العالم وستبقى كذلك. ولكن أعتقد أن السياسة السعودية الحكيمة والرزينة استطاعت أن تؤثر في البيئة الدولية أكثر مما تأثرت، وبالتالي نجح الملك سلمان بإنشاء تحالف لإعادة الشرعية اليمن، وأيضا نجح بإنشاء تحالف لمكافحة الإرهاب من الدول الإسلامية كاملة. أصبحت إيران الآن معزولة، وبوجود الجمهوريين في البيت الأبيض أصبحت معزولة أيضا أكثر من ذي قبل، وبالتالي وإن قامت بعض الحركات فهي تعبير عن معاناتها في الداخل، ولكن مشروعها فشل في سوريا، فشل في البحرين، فشل في اليمن، وسيفشل في العراق قريبا، ثم تنتقل المعركة إلى داخل إيران وستنتهي العمائم من فوق رؤوس هؤلاء الجهلة المقبورين الذين أثابهم الاستعمار وأحلهم عام 79 في المنطقة، ليبدأوا مشروع تفتيت وتمزيق الخارطة العربية والإسلامية مع الأسف. نعم، إذن العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.